أنا اسمي نظنية حسن، مواليد 54، من الشام، من ميدان بالضبط. يعني أنا كان عمري 18 وأتزوجوني، طبعا أنا ما يعني أهلي معرفة أقارب وكذا. 25 وتقدمت البكالوريا ودخلت الجامعة. طبعا أنا هلأ بعد ما دخلت الجامعة صار في ولاد، انتهيت شوي. أيوة، في فترة من الزمن كان الوضع مزري بسوريا، هاي بين 80 والـ90، يعني مستحيل كان راتب واحد مثلا يكفي. اضطريت درس أنا وعم بدرس. هلأ وقت اللي انتقلنا على الحجر الأسود، نحنا عن جد كانت منطقة مثلا لا فيها كهرباء لا فيها مي لا فيها. بالحجر الأسود تجمع سكاني مختلف الجنسية، يعني مو جنسيات الأماكن، مثلا هاي في من كل المحافظات، فيه ناس من كل القرى تقريبا تجمعية. بعدين ازدهرت كتير، يعني صارت مدينة، صار فيها مثلا مدارس كتيرة، روضات كتيرة. كان الأولاد يروحوا على المدارس على القدم. يعني أول ما جينا نحن جينا بال75، بواخر 75. بعدين ازدهرت لأنه صار فيها هيك تضخم سكاني كبير، وكل العالم كانت مثقفة فيها. صارت إنك تهتمي بأولادك زاد بالفترة الأخيرة كتير، إنه ما عاد حدا مثلا استنى ابنه ليروح على المدرسة وبعدين يتعلم. حتى اللي كان يعني كان عندي صديقة بتدخل جمعيات مشان تدفع أجار إيش اسمه الخاص للأولاد. صار كتير، يعني العالم كله صارت مثقفة. مثلا آخر فترة بال2010 عدد الأطباء الأسنان فقط، أنا فتت شو اسمه، كان 52 واحد بهي المدينة، بس هي يعني نسميها مدينة، هي مو كتير كبيرة. إيه صار فيها يعني ازدهار ثقافي وعمراني، ويعني من كل الاقتصادي. أنا كان من قبل عندي هاي النظرة إنه الطالب لازم يحترم قبل الأستاذ، هيك كانت نظرتي. فوقت اللي كنت عم علم عن جد عم لاقي كانت معاملة من المدرسين كتير كتير سيئة بالنسبة للطلاب. هلأ ليش هيك كانوا الأساتذة ما عندي خلفية، بس على ما يبدو إنه هيك الأوامر، ما بعرف. هلأ كان في أستاذ عسكرية، كان في أساتذة عسكرية عندنا، تدريب عسكري أستاذ هيك. مثلا بيجوا الطلاب هاي كل يوم كل يوم، هاي الأكلة الصباحية طبيعي، يعني هيك بالمسطرة وكذا، هن وفايتين عادي كأنه فايت أبصر لوين الطالب. المهم كانت الحلقة كتير كتير لازم يكون، يعني ما في شعر. يعني إذا إجا طالب ومثلا شوي هيك من هون، كان هذا الأستاذ يكمشوا هيك من هون، يكمش ضيق يرفعوا لفوق. قديش هذا يعني، شو هذا بدك تسميه؟ تعذيب؟ شو؟ ما بعرف شو بيتسمى. يعني بيرفعوا هيك وبينزلوا، هاي أول عقوبة. هلا أنا بـ2002 فتحت الغرفة مرخصة، كان في عندي من كل الخلفيات. كان عندي مثلا ناس يقولوا ليش ما عم تعلمي الولد القرآن بس، أي مثلا ايه ناس يقولوا طيب يعني اوكي قرآن ايه بتعطيهم درس الاسبوع بكفي، يعني المهم يكون عندهم خلفية. كان اذا بده يمرق مسؤول من قدام الروضة المفروض ما يسمع مثلا فاتحة قرآن او كذا، كان ممنوع وقتها. وكان يا ستي الإدارة لازم حتما تحطي وراكي صورة الرئيس.